على ما بتاع يجي تصوروا معايا. انا دلوقتي يا جماعه اوريكم اطول موتوسيكل في العالم، واتحدى اي حد جوه مصر بره مصر، اتحدى اي حد يعمل موتوسيكل زي ده، وده بيشيل المفروض 10 راكب. وهنوريكم دلوقتي تجربه، بس للاسف مفيش ناس، بس في ناس جايين اهو. تصور كده يا باشا الناس اللي جايين دول، تعالى كده اركب. يعني مثلا هنديكم تجربة اركب يا باشا. ده واحد جديد وتخطيطنا المستمرة من داخل محافظة التحلية وبالتحديد من مدينة المنزلة. لقاء النهاردة اركب وانزل محمد الريس اللي عمره 26 سنة بيتحدى بطول الصين ان هم يصنعوا موتوسيكل من ده، بيتحدى اي حد. محمد الريس ميكانيكي موتوسيكلات على الرايق زي ما انت وخارج من وخارج من ورشته مروح بيته اكتشف اسرة راكبين موتوسيكل وحالتهم كانت خطر، راجل وزوجته واولاده، وحس ان حالتهم خطر فتحدى نفسه ان هو يصنع اكبر موتوسيكل واطول موتوسيكل في العالم زي ما حضراتكم شايفين. نزلوا رجليكم كده على الارض، كله ينزل رجله على الارض، كله ينزل رجله على الارض لما نطلع بالموتوسيكل. زي ما انتم شايفين اوزنوا نفسكم بس عشان ايه؟ تعالى بنصور يعني ايه شركة صور فيك. كله يبقى رجله بقى عزة وسلم يا باشا، ارفع رجلك رجلك. انتوا كده هتوقعوني، كده هتوقعوني. اوزنوا نفسكم يعني، حطوا رجلكم على الارض لما اطلع، وبعد كده ارفعوا رجليكم. انا كله ينزل رجله لما نطلع، بعد كده ارفعوا رجليك. طبعا يا جماعه هنا المكان بيبقى ضيق، فالموتوسيكل بيبقى محتاج مكان عدل يمشي فيه او مكان واسع. هنجرب اهو زي ما انتم شايفين. اوزن نفسك يا باشا انت اهو، كله ينزل رجله بقى لما نطلع، لما نطلع بس زي ما انتم شايفين اهو. طبعا هو الموتوسيكل مخصص ان هو يمشي في اماكن عدله زي نظام القطر كده. احنا بنلف اهو زي ما انتم شايفين. شدينا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين يعني 5 افراد على موتوسيكل. شايفين يا جماعه دي التجربه بتاعت الموتوسيكل. ناس كتير ده مفيش فيه اتزان، هيبقى خطر، وفي الحوادث لا قدر الله لو مثلا ممكن واحد او اتنين، لا كده هيبقى 7. حاسب يا باشا، حاسب يا باشا. احنا بقى عملنا ايه تاني؟ تعالى كده. انا ده بقى ده اختراع تاني، ده اختراع تاني بقى. عملنا حاجه بقى يبقى فيها امان اكتر وفيها اتزان اكتر. عاملين هنا سلم يا باشا، انت تيجي تطلع واحد اتنين تلاقي نفسك قاعد هنا مرتاح وظهرك مسنود. تركب بقى 7 8 هيبقوا قاعدين مرتاحين، وفي نفس الوقت الايه الموتوسيكل متزن معاك. قول لي بس قصه الموتوسيكل ده، خلينا في قصه الموتوسيكل. انت يعني ايه الفكره ان انت خلاك تخترع الموتوسيكل ده؟ الفكره اللي خلتني اعمل الموتوسيكل بعد اذنك. على مالك على مالك، اتصورت تمام؟ طب اتصور يا باشا عشان خلي بالك، بس عشان احنا ايه؟ صور يا باشا. ايوه انزل بقى يا غالي. طيب هنخلص وتصور براحتك. قول لي بقى انت ليه اخترعت الموتوسيكل ده؟ الفكره جات لي من الموتوسيكل هنا، ان انت لو راجل معاك عمال 7 8 عمال وبتروح الشغل كل يوم الصبح مثلا، بدل ما يبقى معاك اكتر من موتوسيكل او تضطر ان انت تجيب عربيه او تجيب اكتر من توك توك، ده يا باشا موتوسيكل واحد كفيل ان هو ياخد 7 8 عمال وتمشي بيه، ويوفر معاك في البنزين ويوفر معاك في اجره المواصلات في عز الايام الصعبه اللي احنا فيها. انت قلت لي قبل ما نصور، قلت لي ان انت كنت مروح من ورشتك في يوم من الايام واكتشفت اسره راكبين على موتوسيكل وحسيت ان حالتهم في خطر. بالظبط. فتحديت نفسك وقررت ان انت تجيب او تصنع اطول موتوسيكل في العالم. عشان افيد بيه الناس، يعني هو مش معمول بس ان انت لو معاك عمال، يعني انت مثلا انت والاسره بتاعتك يا باشا. انا بشوف ناس بيركب على الموتوسيكل العادي مثلا، الموتوسيكل بيبقى الفرده بتاعته الاخيره لحد هنا، وبيبقى فيه شبكه هنا زي الشبكه دي كده، تمام؟
ممكن هنا الموتوسيكل ده يشيل 3 افراد مرتاح، لا بقى في ناس مثلا مكونين في الاسره من 5 افراد، راجل ومراته وعياله، تلاقيهم قاعدين على الموتوسيكل بطريقه غير امنه وماشيين على الطريق، فبالنسبه لهم حاجه زي كده هتبقى فيها امان عن ان هم يبقوا راكبين كلهم على الموتوسيكل، ومش شرط يكون الموتوسيكل كل ده يكون فيه كل الطول ده، لا احنا ممكن نخليه مثلا لحد هنا مثلا، اصبح ان انت راجل ومراته وعياله راكبين وفي امان في الموتوسيكل اكتر. احنا طبعا طورنا في الفكره دي زي ما انتم شايفين، عملتها في التروسيكل وان شاء الله لسه هعدل في الموتوسيكل بحيث ان انا اعمل له جنوط اعرض علشان الموتوسيكل يبقى دايما كده مستقيم، لان طبعا الجنوط هنا عشان رفيعه الموتوسيكل مش متزن قوي. قول لي نسبه الامان بتاع الموتوسيكل دي تدي لها كام في الميه مثلا؟ هنا نسبه الامان 50%، يعني هنا حاليا نسبه الامان 50%. طب انت مش خايف ان نسبه الامان لسه ما يعني ما عدتش حتى نسبه النص وحاجه بسيطه؟ ما هو حضرتك انا لسه عامل الموضوع ده تحت الانشاء، مفيش حد بيسوق الموتوسيكل ده اللي انا، مفيش حد بيسوق الموتوسيكل ده غيري، فانا دايما كل يوم بشوف فيه ايه المشاكل اللي بتواجهني فيه وبحاول ان انا اشوف ليها حلول. يعني زي ما انتم شايفين هنا انا عملت حل هنا في الموتوسيكل ده بحيث ان انا ابقى ماشي هنا في امان 100%، يعني ده في امان هنا شايفين 100% اللي بركب ده تروسيكل ده. ده تروسيكل. طب ايه سبب ان انت اخترعت التروسيكل اللي انت عملت له مثلا كراسي وقررت ان انت تعمل له مثلا، يعني انا شايف ان انت منجد له كراسي، ايه الفكره من كده؟ الفكره من كده ان مثلا لو انا راجل معايا تروسيكل، التروسيكل ده مهمته ان هو ينقل بضاعه او ينقل مستلزمات من مكان لمكان. طب نفترض ان انا مش معايا مثلا زباين النهارده، مش معايا بضاعه انقلها، هفضل واقف الايام اللي احنا فيها صعب، فلازم شغل، فانا بوفر لك يا باشا بقى فرص عمل. فرص عمل ازاي؟ خليك مع الناس دي توقع الموتوسيكل. انت دلوقتي بدل ما يكون معاك هنا صندوق، احنا شلنا الصندوق خالص ووسعنا هنا شويه، تمام؟ دلوقتي عملنا سلم، هتيجي تطلع هتركب معاك هنا يا باشا 4 مرتاح وهنا 4 مرتاح. يعني انا شايف ان انت بتخترع حاجات كتير يا محمد، ايه الفكره من ان انت كل شويه بتخترع؟ يعني شايف التروسيكل قلبته زي مثلا عربيه صغيره بالظبط. ممكن ان انت قلت لي ان انت اخدت التروسيكل وكنت بتوصل بناس المدارس. كنت بوصل بناس المدارس، انا فكرتي ان انا عايز افيد الناس واعمل فرص عمل للشباب وتكون في نفس الوقت سعرها في متناول الجميع، يعني التوك توك في الايام اللي احنا فيها دي سعره غالي قوي، فده بالنسبه لسعر التوك توك متوسط قوي، فانا كشاب مبتدئ وعايز اجيب حاجه اطلع اشتغل عليها عشان اصرف على نفسي مبدئيا مش هينفع اجيب توك توك، ولو جبت هيبقى عليا اقساط كتير، فده بالنسبه لي لو اشتريته مش هيبقى عليا منه اقساط، ليه؟ سعره في متناول الجميع. دي فكره مبدئيه احنا بنعملها. اشتغل بقى في توصيل طلاب المدارس، اشتغل في توصيل مثلا هل الفكره كانت هنا ناجحه ولا لا؟ هي الى حد ما لحد دلوقتي ناجحه. بنسبه كام في الميه؟ بنسبه 100%، اي حد بيقول عليها اي تعليق، غير بس ان انا مثلا اعدل حاجه فوق عشان تحمي من الشتاء وتحمي من الشمس. طب حد طلب منك ان انت تعمل له تروسيكل بنفس المواصفات؟ في ناس كتير طلبت مني، بس ما ينفعش زي ما قلت لحضرتك ان انا اعمل حاجه واخلي حد يطلع يمشي بيها الا لما الفكره بتاعتنا تتوصل، يعني ما ينفعش كده الناس تطلع مثلا اعمل اكتر من فكره من دي والناس تطلع تركب كده وخلاص، لازم يكون الفكره متوثقه وبعد كده نبتدي نعمل منها للناس. طب كلمني، تعالى نتكلم عن الموتوسيكل شويه. تعالى يا باشا. انت اخدت وقت قد ايه لما قررت ان انت تخترع موتوسيكل زي ده؟ كلمنا عن الموتوسيكل، يعني انا شايف جنزير طويل جدا. ده مساعد اللي في النص ده تقريبا. ده مساعد موتوسيكل. كلمني بقى عن نسبه الامان اللي انت قلت لي نسبه الامان في 50%. نسبه الامان هنا 50%، ليه؟ لان الموتوسيكل هنا زي ما انتم شايفين على فردتين بس. فالموتوسيكل علشان على فردتين مفيش فيه اتزان. يعني الموتوسيكل هنا مفيش فيه اتزان، بيجي شمال وبيجي يمين. هنا في التروسيكل زي ما قلنا علشان على 3 فردات بيبقى فيه اتزان، فهنا احنا هنعمل حاجه من الاثنين، هنعمل فرده تكون ورا اعرض وفرده قدام اعرض بحيث وزن الموتوسيكل علشان لو حد ركب ورايا يبقى اللي سايق الموتوسيكل موزون، او هنعمل فردتين ورا ونخلي الفرده قدام. طب انت بتركب كم واحد على الموتوسيكل يا محمد؟ بركب عليه 9 وساعات 10 على حسب حجم الاشخاص اللي بتركب. طب وهل ده ما ياثرش على المكنه او ياثر عليها في حاجه؟ لا مش بياثر عليها في حاجه، لان الموتوسيكل زي ما هو بيمشي هو راكب عليه واحد بس، لو انا حملت عليه 10 بيمشي وبيبقى الاداء هو الاداء، مفيش فيه اي اختلاف. يعني انت شايف نسبه الخطوره لسه 50%؟ نسبه الخطوره حاليا 50%، بس مع طبعا الايه؟ الدعم، يعني احنا محتاجين شويه دعم وامكانيات هنقدر نعمل امان بنسبه 100% ان شاء الله، مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه مستحيله. كلمنا عن محمد الريس بقى.
اكلمك عن محمد الريس. انا عندي 24 سنه شغال في ميكانيكيه الموتوسيكلات بقالي 7 سنين او 8 سنين. يعني هنا كل مش كلها صيني، يعني هنا مثلا المساعد ده بتاع موتوسيكل ياباني، يعني اقرب كده يا غالي ده مساعد موتوسيكل ياباني. هنا كان لو مثلا حد جه يركب هنا بيبقى فيه هنا العادم بتاع الشكمان بيبقى طالع مباشر جاي على رجل اللي قاعد هنا، فاصبح ان هو بيضره هنا يجيب عليه مثلا عادم او كده. انا عملت هنا حاجه بتاعت موتوسيكل بحيث ان هي تطلع العادم من هنا. في معظم التعديلات اللي في الموتوسيكل مش كلها صيني، فانا بوفق بقى بين الشغله بتاعت اللي هي في الموتوسيكلات الكبيره. ان انت بتتحدى الشعب الصيني ان هو ما يعرفش يعمل حاجه زي دي. مفيش حد يا باشا في مصر لسه عامل الحاجات دي، ولا في الصين شفت حد عامل الحاجات دي. تنصح اي حد شافك دلوقتي بقى يا ابو حميد؟ انصح اي حد بيشوفني ان هو يحاول ان هو يسعى في الايام اللي احنا فيها، وان شاء الله ربنا يوفقك. يعني ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وحاول ان انت تقرب من ربنا وتصلي، وان شاء الله ربنا هيوفقك ويحقق لك اللي انت نفسك فيه. لو قلت لك هختم معاك اللقاء، ايه الرساله الاخيره اللي تحب توجهها للناس؟ الرساله الاخيره اللي احب اوجهها للناس، انا دايما لما بنزل اي مكان علشان اخد راي الناس في اي فكره من اللي انا بعمله، في ناس كتير بتطلع تهاجمني وتقول لي اللي انت عامله مش حلو. طيب اللي انت عامله لو حلو، طب ما في بديل، ما في عربيات، ما في تكاتك، انت دلوقتي بتهاجمنا. طيب يا باشا انا حابب بس اقول حاجه، انت حاول على قد ما تقدر لو لقيت واحد بيتعب، طب ما انتش عارف هو شاف ايه عشان يطلع لك الشكل الاخير اللي انت شايفه ده، حاول تشجعه وتقول له كلمه حلوه بحيث ان هو يفضل ماشي في طريق حلو، ما يمشيش في طريق وحش. انا فخور جدا ان انا صورت معاك النهارده يا محمد حبيبي، مساعد ومبسوط جدا من الاختراع الجميل اللي انت عملته ده حبيبي. شاهدنا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين كنا النهارده مع محمد الريس اللي عمره 24 سنه وقرر واتحدى نفسه لمجرد ان هو حس ان في اسره في خطر فاخترع اطول موتوسيكل في العالم. اشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على حسن المشاهده والمتابعه، كان معكم التختيار احمد العدل.